بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله، قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا مأخوذ من أن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يشفع في هؤلاء الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، بل ولم يختم الآية بصفة الرحمة والمغفرة كما هو المعلوم في مثل هذا الأمر، لمن سأل المغفرة فقال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، فلم يكن منه عليه السلام شفاعة فيهم. وكما ذكرنا أن الآية في تجويز المغفرة إنما هي في من لم تقم عليه الحجة الرسالية، ممن لم يعلم ما جاء به المسيح ولا بلغته دعوة رسول قط، فمات مشركا يدعو غير الله ويدعو لله صاحبة وولدا، فهؤلاء إن لم تبلغهم دعوة الرسل حتى ماتوا يمتحنون يوم القيامة، فمنهم من يعذب ومنهم من ينجو، والله عز وجل أعلى وأعلم. وهذا تابع لعزته وحكمته عز وجل، فإن إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل مقتضى عزته وحكمته، كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وأما رد الأمر إلى المشيئة فواضح من الموضعين، إن تعذبهم فإنهم عبادك يعني تفعل بهم ما تشاء، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فهو تفويض شامل كامل لله عز وجل دون أن يشفع في من أشرك بالله سبحانه وتعالى منهم. قال ابن كثير وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب،
وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح. يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها، يعني يركع بعد أن يكررها ويسجد ثم يقوم فيكررها، يظل يقرأها حتى يركع بها. قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا، أو نائلة من لا يشرك بالله شيئا. فيه ضعف لكن له شاهد. طريق أخرى وسياق آخر. روى الإمام أحمد عن دسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة فانتهت إلى الربذة فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله، فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو، وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة، فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي. فقلت: بأبي أنت وأمي، قمت بآية من القرآن. ومعك القرآن. ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، يعني أن يقرأ آية واحدة وهو حافظ للقرآن لوجدنا عليه، يعني لوجدناه، يعني لقلنا أنه قد أتى شيئا مستغربا. قال: دعوت لأمتي، قلت: فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: بلى. فانطلقت معنقا قريبا من قذفة بحجر، فقال عمر: يا رسول الله، إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة. فناداه أن يرجع فرجع. وتلك الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيضا فيه جسرة الموجودة في الرواية الأولى فيها ضعف. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. اللهم لك الحمد. أخرجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن سعيد بن سيب قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها، فلما رفع رأسه قال: إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم، فقلت: ما شئت أي ربي، هم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، فقال لي: لا أخزيك في أمتك يا محمد، وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي 70,000، مع كل 70,000 ليس عليهم حساب. ثم أرسل إلي فقال: ادعو تجب وسل تعطى. فقلت لرسوله: أو معطي ربي سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ولقد أعطاني ربي ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأن أمشي حيا صحيحا، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، لا تجوع كلها ولا تغلب كلها، لا تزال طائفة منها ظاهرة، وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة، وطيب لي ولأمتي الغنيمة، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. في إسناده ابن لهيعة، وإن كان له شواهد كثيرة، إلا أن لفظ استشارني لفظ فيه نكارة، استشارني لفظ فيه نكارة، لكن هذا الحديث في جملته في أمر تلاوة الآية ليلة حتى أصبح ثابت في الصحيح كما ذكر. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين، الكاذبين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل. فعند ذلك يقول تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الضحاك عن ابن عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم. ولا شك أن التوحيد هو الصدق، فلا أصدق من كلمة لا إله إلا الله ومن اتباع رسول الله. وأما من جعل مع الله صاحبة وولدا فهو كاذب، لا ينفعه كذبه ولا ما عمل من الأعمال، لأن الشرك محبط لجميع الأعمال. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. وروى ابن أبي حاتم من حديثا عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله فيقول: سلوني سلوني أعطكم، قال: فيسألونه الرضا، فيقول: رضاي أحل لكم داري، وأنا لكم كرامتي،
فسألوني أعطيكم فيسألونه الرضا، قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. وهذا ثابت معناه في الأحاديث الصحيحة: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الرضا الذي لا سخط بعده، وإنما نعيم أهل الجنة برضا الله سبحانه وتعالى عنهم، وأعظم نعيمهم نصيبهم من الله عز وجل رضوانه الذي هو أكبر من الجنة، والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في تحيتهم سبحانه وتعالى يحييهم بالسلام. فكل ما كان من النعيم في الجنة فهو بسبب رضا الله سبحانه وتعالى، والرضا الذي لا سخط بعده أعظم نعيمهم مع النظر إلى وجهه عز وجل. وقوله ذلك الفوز العظيم، أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، أي هو الخالق للأشياء، المالك لها، المتصرف فيها، القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له، ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ولا رب سواه. روى ابن وهب عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة. ضعيف. والذي يظهر أن آخر سورة أنزلت كاملة سورة إذا جاء نصر الله والفتح، والله أعلى وأعلم. وسورة المائدة ويمكن أن تكون آخر سورة فيها أحكام، الله أعلم وأعلم. هذا إنها من آخر ما أنزل من السور التي فيها أحكام، والله أعلم. لو صح فمعناه على ما ذكرت. آخر تفسير سورة المائدة، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قول إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قول إبراهيم عليه السلام في الدنيا، وهؤلاء قوم لم يرد أنهم ماتوا، وبالتالي فيمكن أن يغفر لهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل، لذا لا مانع من أن يقال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يتوب عليه فيهتدي ويسلم ويوحد فيغفر الله له. وأما إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إنما كان هذا يوم القيامة، بدليل قوله عز وجل: فلما توفيت عن عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا يدل أن هذا لم يكن في حياة عيسى صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعد أن توفاه الله عز وجل، فدل ذلك على أنه في الآخرة، وقد مات هؤلاء على الكفر والشرك، لذلك لم يكن أعني من اتخذ عيسى وأمه إلهين من دون الله، فهذا في يوم القيامة. فهناك فرق بين الموضعين، لذا ختم دعاء إبراهيم عليه السلام بقوله فإنك غفور رحيم، لأن يمكن أن يغفر لهم بأن يتوب عليهم. وأما عيسى صلى الله عليه وسلم فلئلا يتوهم أنه يشفع في المشركين، ولكي يعلم أن
من يمكن أن يغفر له هو من لم تبلغه الحجة الرسالية، ذكر خاتمة الدعاء بقوله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله أعلم. الراجح في نزول المائدة رجحنا وذكرنا أن الراجح أنها قد أنزلت. المقصود بحديث تسموا باسمي ولا تكنوا ولا تكنوا بكنيتي، قد ذكرنا في شرح مسلم خلاف العلماء في ذلك، هل هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها مكروهة على يعني الإطلاق يعني في كل زمان وفي كل مكان، أم أنها مكروهة لمن ابنه اسمه يعني لمن اسمه محمد فيكره أن يتكنى بأبي القاسم أو يكره أن يسمي ابنه القاسم. والله أعلم. حديث تسموا باسمي في جواز التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر لذلك، لا تكنوا بكنيتي كما ذكرنا فيه الخلاف المعروف، والأحوط أن يتجنب التكني بأبي القاسم. ومن جهة الدليل الظاهر أن ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هل تحضر المرأة دروس علم بغير إذن زوجها غير الملتزم؟ دروس العلم الواجب وما تتثبت به على طريق الطاعة الواجبة تحضرها بغير إذنه إن لم يكن لها وسيلة إلى التعلم وغير الخروج. دور حفظ القرآن إذا كانت حافظة الفاتحة لابد أن تستأذن في الزيادة. لماذا لم يكفر الأشاعرة كفر النبوة؟ لا أعلم أحدا من أهل العلم يكفر الأشاعرة في لأنهم أكثر الفرق قربا من أهل السنة في الجملة بالنسبة إلى المعتزلة والجهمية، فهم يثبتون الصفات في الجملة وإن كانوا قد تأولوا بعضها، والتأويل في هذه الصفات مع وجود بعض الشبهات مانع من التكفير. القول في جماعة التبليغ وغيرها من الجماعات التي تجمع السني والبدعي لا تلتزم بمنهج بدعي في الاعتقاد لأحد الفرق المعروفة، ولكن تجمع فروعا كثيرة وتسمح بوجود أهل البدع وتخصص الدين ببعض المسائل لا تتناول غيرها، نقول يعامل كل بما يستحق. فمن كان على عقيدة السلف وينتفع بأمور الدعوة ويصحح الأخطاء الموجودة من جهة قصر الدعوة على بعض المسائل دون بعض وكذا في بدع عملية تحدث فلا نستطيع أن نبدعها، ومن كان مصرا على البدع سواء العملية أو الاعتقادية يعامل كالمبتدع من غيرها. الله خالق كل شيء، هل كلمة شيء عام مخصوص أم عام يريد به الخاص؟ عام يريد به الخاص مقصود به كل شيء سواه سبحانه وتعالى، سواه وأسمائه وصفاته. يقول صليت بالناس المغرب خطأ في صلاة العشاء إماما، لما تذكرت أنها صلاة العشاء خرجت من الصلاة استخلفت أحد المأمومين، ماذا كان علي؟ هذا الذي عملت لأن صلاتهم هم صحيحة وصلاتك أنت باطلة. نعم
غلط ونوى المغرب وهو كان داخل يصلي العشاء. يقول قلت ان المسؤول عن الدعوه لا يحول فرض الكفايه الى فرض العين ولا الخليفه. لا كلام، انا ما قلت ذلك، انا قلت انه لا يجعل النافله فريضه ولا الخليفه يجعل الفرض ان يجوز ان يترك ولا النفل واجبا ولا المكروه حراما ولا المباح حراما، لكن فرض الكفايه وفرض العين اذا وجد من يقوم به سقط حرج عن الباقين. قد يكلف انسان بقيام بعض فروض الكفايه ويتركه الناس لاجل ان فلانا سيقوم به، فحيث لم يقم به لانه تخلف عن الطلب الذي طلب منه من جهه الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، الذين لا يقوم غيرهم في واقع الحال بالفروض الكفائيه او بقدر من الفروض الكفائيه، لا هم يقومون بها كامله وهم يقومون بجزء وغيرهم لا يقوم بها، فكونهم اذا يعني قاموا بهذا الامر وتركه الناس من اجل ذلك فتركه هذا الشخص ولم يقم به اثم. انت لم تفهم الكلام فيما اظن. حكم من اتى كاهنا يساله عن سرقه التليفون فاخبره ان فلانا سرق فسرقه فصدقه. قال النبي عليه الصلاه والسلام من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل عليه. وقال لم تقبل له صلاه 40 ليله. حكم من سال عن ذلك ولم يصدق، فلماذا يسال اذن؟ لا يجوز ان يذهب الى الكهان والعرافين. حكم من ساله عن الغيب المطلق فصدقه، هذا كفر والعياذ بالله. لو قال له الساعه تقوم متى؟ فقال له تقوم بعد شهرين فاعتقد ذلك كفر والعياذ بالله. لا 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 يلزم من السؤال التصديق، لكن لا شك ان السؤال ذريعه الى التصديق والوقوع ان يقع في قلبه. لا، من يساله امتحانا ليبين الناس كذبه ليس كذلك، ولكن يعني هذا لمن يعلم به صدقه من ما عنده ما يعلم به صدقه من كذب صدقه من كذب. الرسول عليه السلام خبأ لابن صياد الآية وقال خبأت لك خبيئة، فقال هو الدخ، فقال اخسأ فلن تعد قدرك، فسأله عن شيء يستعلم يعرف به صدقه من كذبه، وأنه دجال أم كاهن أم مثلا قد لبس عليه أو نحو ذلك. فمن كان يعرف ما يميز به بين الصدق والكذب منه جاز أن يسأله ليبين للناس. كما ذكرنا في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، إذا صدقه في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كفر أكبر. وأما فيما يمكن أن يعلمه بعض الناس كما كان الشيء المسروق، فظاهر الحديث لم تقبل له صلاة 40 ليلة أنه كفر دون كفر. ومن قال من أهل العلم نسكت ولا نتكلم فمقصوده الزجر. لكن المفاتيح الغيب المطلق نص القرآن، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمن قال بل يعلمها غيره كذب القرآن. ولذا نص القرطبي على أن من قال جازما أن السماء تمطر غدا كفر، لأن نصوص القرآن نص القرآن في أن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. فواحد يدعي أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله يكذب القرآن.